ينضم معنا عبر الهاتف محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة. أهلا بك سيد محمود، ما هي آخر التطورات وآخر الإحصائيات؟ نعم، بكل تأكيد هو الاحتلال الإسرائيلي يعني قام باستهداف منطقة مواطي خان يونس، هذه المنطقة التي تصنف أنها منطقة إنسانية ومنطقة آمنة، وتم استهداف هذا المخيم الذي يأوي عشرات من خيام النازحين. نتحدث عن قرابة أكثر من 200 خيمة موجودة في هذه المنطقة، وتم استهداف هذا المخيم بعدد من الصواريخ عبر حزام ناري كبير جدا، أدى إلى يعني إحداث 3 حفر عميقة جدا في المخيم. طبعا هذه الحفر كان موجود عليها قرابة من 20 إلى 40 خيمة اختفت بشكل كامل من هذا المكان، وبالتالي أقل خيمة ربما أقول أننا كان يوجد بداخلها قرابة 5 أشخاص، ولذلك نحن نتحدث عن عدد كبير من المواطنين الذين كانوا في الدائرة الأولى لأماكن تواجد هذه الحفر. وطبعا بعيدا عن الخيام المجاورة لمكان تواجد الحفر أو تواجد الصواريخ التي سقطت في هذا المكان، وطبعا الطواقم تلقت هذه الإشارة وبدأت عمليات البحث وعمليات الانتشال لما يمكن يعني انتشاله من هذا المكان. نحن نتحدث عن عشرات من المواطنين الذين تم إخراجهم من هذا المكان، ما بين شهيد وما بين يعني مصاب، وهناك أعداد من المفقودين الذين تحاول طواقم الدفاع المدني البحث عنهم، لكن هناك صعوبة كبيرة. يعني نحن نتحدث عن مواطنين فقدوا بشكل كامل، اختفوا بشكل كامل، أسر بشكل كامل مسحت من السجل المدني، أسر لا يعلم مصيرها حتى هذه اللحظة، إفادات المواطنين من العوائل ومن الجيران الذين كانوا يتواجدون في هذا المخيم، يتحدثوا عن عوائل بأكملها كانت موجودة هنا لكن لا يعلم مصيرها حتى هذه اللحظة، وحتى يعني لا يعلم أحد مصير هؤلاء، حتى أماكن تواجدهم هم في باطن الأرض، أم أنهم قد ناثرت أجسادهم، أم أنهم قد تطايروا بسبب هذه الصواريخ، لا يعلم حقيقة أي تفصيل حول هذا الأمر. طواقم الدفاع المدني طبعا بالإمكانيات المتواضعة والبسيطة التي لا ترتقي لحجم هذا القصف وهذا الدمار الذي يعني يحتاج حقيقة لإمكانيات أكبر من ذلك، يحتاج إلى حفارات، إلى جرافات، إلى معدات، إلى أدوات، إلى كوادر. لكن للأسف الشديد نجد أن قطاع الدفاع المدني هناك انهيار واضح في منظومة الدفاع المدني نتيجة الحرب، وهناك انهيار واضح نتيجة عدم توفر الإمكانات. ومنذ بدأت الحرب قلنا للمؤسسات الدولية وللعالم وللمنظمات الدولية لا يمكن أن نحتمل مثل هذه الأحداث، وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك إمكانيات أفضل. نعم سيد محمود، مقدرات حتى نستطيع أن ندعم.